في خضم محاولاته للسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد ومنع أي محاولات للارتداد، واصل المجلس العسكري الذي تولى السلطة في النيجر حملته ضد وزراء ومستشاري حكومة الرئيس المخلوع محمد بازوم والمقربين من نظامه. المجلس العسكري أصدر مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من الحكومة المخلوعة، من بينهم رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمد ووزير الخارجية السابق حسومي مسعود إلى جانب سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، كما أودع 3 وزراء في السجن بتهم التآمر والخيانة. ذلك عن قرارات تصعيدية أخرى اتخذها المجلس، حيث ألغت وزارة الخارجية جوازات سفر منحها محمد بازوم لمسؤولين. تقول السلطة الجديدة إن نظام الرئيس المخلوع منحها لأجانب ومقربين منه. وبينما يسعى المجلس العسكري لتثبيت أركان حكمه الجديد والتصدي للمحاولات الفرنسية لإنهاء آثار الانقلاب، لا يزال الرئيس المخلوع محمد بازوم يتمسك بحقه في السلطة، إذ رفع دعوى أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، مطالبا خلالها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه. محامي بازوم اتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس وزوجته وابنه تعسفيا وانتهاك حرية تنقلهم، وهو ما لا تعيره السلطة العسكرية الجديدة أي اهتمام.